بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أمره الله جل وعلا بجهاد الكافرين والمنافقين، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الحمد لله، بعد أن أنكرنا وأنكر غيرنا على من طعن في الشيخ محمد بن صالح المنجد، أصبح المنافقون يتملصون من بعض كلامهم ويقولون: نحن لم نطعن في الشيخ المنجد، إنما نسبناه للقطبية والسرورية فقط ولم نطعن به، ويتملصون من كلامهم الذي قالوه. فهؤلاء القوم كذبة لا خلاق لهم ولا يخشون الله جل وعلا. ألم يقل هؤلاء المنافقون أن المنجد يرضي القوم الذي هو عندهم وهي السعودية، يرضيهم على مبدأ أرضهم ما كنت في أرضهم ودارهم ما كنت في دارهم؟ أليس هذا طعن في نية الشيخ وتدينه؟ أليس هذا مما يكون من صفات المنافقين، أنه يظهر ما لا يبطن؟ أليس هذا طعن؟ أم أن عقلك وعقول المنافقين أمثالك لا يفهمون الكلام ولا يعرفون ماذا يقولون؟ يهرفون بما لا يعرفون ويطعنون في نيات الناس، ثم يقولون: نحن لم نطعن ولم نقل عن الشيخ المنجد شيء. هذا الأمر الأول الذي تملصوا منه. الأمر الثاني الذي قالوه عن الشيخ المنجد، قالوا إن الشيخ المنجد يعطي رواتب لمن يؤيد الثورات، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: نقول فيه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإما أن تثبت ذلك، وإما أن يكون هذا فسقا إلى فسقك السابق، ولا يستغرب هذا منك. وإلقاء التهم من غير دليل، حتى النساء تفعل ذلك، وليس هذا من الرجولة وليس هذا من الشجاعة، إنما هذا من السفالة التي يقع فيها المنافقون. ولهذا قال الناظم: إن الدعاوى إن لم تقم بدليلها بالنص فهي على السفهاء دليل. فأثبت أن الشيخ يعطي رواتب لمن يؤيد الثورات ويغريهم بهذا الأمر. الأمر الثالث الذي ذكره المنافقون، قالوا إن الشيخ المنجد يسكت عن الثورات ولم ينكر عليها، إذن هو معهم. فهذا إلزام ساقط من رجل ساقط، وذلك لأن هؤلاء المنافقين ليس لهم كلمة واحدة في المعابد الكفرية والشركية التي أقيمت في دولة الإمارات ولا في الدين الإبراهيمي، بل إن بعضهم ينكر وجود هذه المعابد وينافح عن ذلك ويقول: هذه كذبة أتيتم بها وليس هناك معابد في الإمارات. فهل هذا يدل على أنك تؤيد عبادة غير الله سبحانه وتعالى من عبادة البقر التي يعبدها الهندوس، أو تؤيد الدين الإبراهيمي؟ نحن نعلم أنك لا تؤيد هذا الأمر وتدعي أنك من أهل التوحيد والإخلاص، لكنك تتزلف إلى الحكام حتى أدى بك ذلك إلى أن أنكرت وجود هذه المعابد. فإذا كنت تريد أن تلزم المنجد بأنه إما أن يكون من أهل الثورات وإما ينكر عليهم، فإذا لم ينكر عليهم إذن هو من أهل الثورات، فنقول: أنت أيها المنافق وغيركم من المنافقين أمثالك لم تنكر هذه المعابد ولم تظهر بأي كلمة من الإنكار، بل إن بعضكم كما ذكرت آنفا أنه يدافع عن هذه المعابد ويقول: ليس هناك أصلا معابد في الإمارات، هذه كذبة ونحو ذلك. فهل أنت ممن يؤيد عبادة البقر من غير الله جل وعلا من دون الله تعالى؟ أسأل الله جل وعلا أن يخرس لسانك ويفضح أمرك، والحمد لله قد فضح أمرك. وإن تريد أن تتملص مما قلت فالتسجيل موجود والأشرطة موجودة والمقاطع موجودة، فتتملص ولا تتملص، فهذا كله من الكذب الذي يضاف إلى كذبك السابق، وقد قلتها سابقا: الفاسق لا يؤخذ منه كلام، ورفع الله قدر الشيخ المنجد وأهبط قدرك وقدر أمثالك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.